علوش دريس أبد ديال علوش أميرة لاعبة الريغبي. أنا كنشجع البنية ديالي على الرياضة لأن الرياضة كتهم أكثر من ما كتظن. الصعوبات اللي كتعاني الدرية هي بين تجمع بين الرياضة والقراية. أميرة عندها مشكل خور، عندها مشكل ديال اليدين، عندها واحد اليد ثقيل على الآخر، يعني خصها مجهود جبار باش ممكن تحرك اليدين بجوج. كاين البنات اللي كيعانيو من محاوله اقناع الاباء والاولياء باش يخليوهم يمارسوا الرياضه. انا كنوصي الاباء والامهات باش يخليو البنات مجال الحريه في الرياضه، لان الرياضه مهمه لهم اكثر من تحويج، ونيت كيمشيو لواحد المجال اللي غيعود عليهم بالنفع مكان ما يمشيو لشي حاجه غير نافعه. الرياضة ما كتتعلقش بالذكور ولا الإناث، الرياضة نافعة للجميع، وداكشي اللي كيقدمو الذكور في الرياضة ممكن يقدموه حتى الإناث. كاين دابا البنات اللي مقدمين بزاف ديال الإنجازات، هذاك مثلا نوال المتوكل. بالنسبة لي أي حاجة اللي بغاتها اللي ممكن تهمها ولا إيجابية بالنسبة لها ما عنديش مشكلة نشجعها ماديا ولا معنويا.